حوار اليوم نتناول في حلقة اليوم انعكاسات المشهد الميداني لإنجازات جيشنا العربي السوري في مدينة القصير على المشهد السياسي الاستراتيجي مع ضيوفي هنا في الاستوديو بكل أبعاده العسكرية والاستراتيجية. أهلا ومرحبا، اسمحوا لي أن أرحب مشاهدينا بضيفنا الدكتور حسن حسن الباحث الاستراتيجي والخبير العسكري. أهلا ومرحبا بك. أيضا أرحب بالأستاذ درار جمو رئيس دائرة السياسة في منظمة المغتربين. أهلا ومرحبا بك، مساء الخير. اسمحوا لي أن أبدأ الحوار بعد أن أتابع معكم إنجازات قواتنا الباسلة التي تلاحق العصابات الإرهابية في مدينة القصير بعد أن نظفت الحي الجنوبي منها. مراسل المركز الإخباري الحربي معين درغام دخل المدينة من جهتها الجنوبية ووافانا بهذا التقرير. نحن في الحي الجنوبي من المدينة، ها هو الجسر، مدينة القصير الجنوبي صار إلى الوراء من الخلف، أيضا بالمقابل بالجهة الغربية هي محطة القطار القديمة، ردا على قنوات التضليل الكاذبة الجزيرة والعربية التي تقول بأن الجيش العربي السوري لم يدخل إلى مدينة القصير. ها نحن داخل المدينة، سندخل إلى أحد مقرات إرهابي جبهة النصرة في مدينة القصير لنشاهد هذا المقر. طبعا هو كان منزل لأحد المواطنين في المدينة عندما قامت هذه العصابات المسلحة بالدخول إلى هذه الأبنية وقامت بتخريبها. إذن هذا أحد مقرات الإرهابيين في مدينة القصير. لنشاهد آثار التخريب والدمار لدسوا المجموعات الإرهابية داخل أحد منازل المواطنين في مدينة القصير. إذن ما زلنا في جولة كاميرا أخبار التلفزيون العربية السوري في الحي الجنوبي من مدينة القصير، كما نشاهد آثار الخراب والدمار التي أحدثتها المجموعات الإرهابية داخل المدينة التي قامت بتفخيخ المنازل. نحن الآن في وسط الشارع الجنوبي المؤدي إلى الحارة الجنوبية من مدينة القصير. ها نحن على الطريق العام الواصل إلى الحارة الجنوبية. أيضا هناك اشتباكات تدور بين وحدات الجيش والعصابات المسلحة في الأحياء الشمالية من مدينة القصير، كما نسمع إلى أصوات الاشتباكات التي تدور في هذه الأثناء. أيضا كما نشاهد أحد منازل المواطنين في الحارة الجنوبية من مدينة القصير، كيف قام الإرهابيون بالدخول إلى هذا المبنى وجعله مقر لإرهابهم. أيضا هذه أحد سيارات المؤسسات الحكومية التي تم اختطافها من قبل إرهابي جبهة النصرة مع بعض المواطنين والأبرياء المدنيين في القرى المجاورة، وقاموا كما نشاهد بتخريب هذه السيارة وقتل من فيها. احنا بالحارة الجنوبية بالقصير وقمنا تطهيرها من المسلحين وكل أفكارهم، فرح ندمرهم كلياتهم بإذن الله. مشاهدينا الكرام، ما زلنا معكم في مدينة القصير نتابع أعمال الجيش العربي السوري بملاحقته للمجموعات الإرهابية داخل المدينة. طبعا وأثناء الاشتباكات مع العناصر الإرهابية ضبطت وحدات الجيش سيارة إسرائيلية الصنع، كما نشاهد مدون عليها عبارات بالعبرية التي كان يستخدمها الإرهابيون داخل مدينة القصير للاعتداء على المواطنين وحواجز الجيش. وهم الإرهابيين في مدينة القصير ينهار أمام ضربات الجيش العربي السوري. لأخبار التلفزيون معين درغام، مدينة القصير.
شكرا لمراسلنا الحربي معين درغام. إذن مشاهدينا، هذا المشهد الميداني، سوف نتابع تداعياته على المشهد السياسي مع ضيوفي هنا في الاستوديو. واسمحوا لي أن أبدأ مع الدكتور حسن. دكتور حسن، بالمفهوم الاستراتيجي ماذا يعني هذا الكلام؟ اليوم أين هي يعني موقع مدينة القصير بالمفهوم الاستراتيجي الميداني العسكري الذي تحقق على يد جيشنا الباسل؟ بداية لابد من توجيه تحية الإجبار، تحية الإجلال، تحية المحبة، تحية التقدير لأولئك الرجال الذين هاماتهم تطاول الجبال وأقوالهم أفعال. تحية المحبة لأبطال قواتنا المسلحة الباسلة، لأنهم الأمل والعدة في كل شدة، ومن لديه مثل هؤلاء الرجال بكل تأكيد هو يضمن الحاضر ويضمن المستقبل بآن معا. أما إذا تحدثنا عن موضوع الواقع أو الأهمية الاستراتيجية والدلالات أو بعض أهم المعاني والدلالات التي يمكن التوقف عندها عند هذه المعركة، التي وإن كانت بالمفهوم العسكري التكتيكية إلا أنها حققت أهدافا استراتيجية. المدلول الأول أو المعنى الأول الذي يمكن أن أتلمسه أو يمكن أن يتلمسه المتابع هو هذا الفكر العسكري الاستراتيجي المبدع الذي لا يؤخذ بردود الأفعال، الذي يعلم جيدا بشكل مسبق ما هو الهدف، يتم تحديد الهدف ويتم تحديد الآليات وسبل التنفيذ وكيفية الوصول إلى تحقيق الهدف. عندما نتحدث عن منطقة مثل منطقة القصير ونتحدث عن إنجازات نوعية خلال ساعات، إنجازات نوعية خلال ساعات، هذا في العلم العسكري إعجاز، هذا في العلم العسكري إبداع، هذا في العلم العسكري يعني هناك العديد من التكتيكات التي يمكن أن تسجل ببراءة اختراع سورية بكل ما تعنيه الكلمة. الامتداد الجغرافي أو الواقع الجغرافي لمنطقة القصير، الجميع يدرك بأنها يعني تبعد يعني أقل. هنا في هذه النقطة دكتور حسن، هل فعلا هذه المدينة هي الشريان الأبهر من حيث الموقع الجيوسياسي الذي تمثله في سوريا، من حيث الإمدادات ربما للعصابات الإرهابية المسلحة شمالا جنوبا شرقا غربا؟ إذا أردنا أن ننظر إلى الرقعة الجغرافية لسوريا بكليتها وإلى توزع العصابات الإرهابية المسلحة، أستطيع أن أقول بأن المجموعات الإرهابية التي كانت تتمركز في مدينة القصير كانت يعني مقرهم أو مقر العمليات التي يشغلونها كان بمثابة ليس الأبهر وإنما القلب الذي يستقبل ويضخ بآن معا. فعندما نتحدث عن منطقة القصير نتحدث عن منطقة أولا تبعد بحدود 15 كيلومتر فقط عن حمص، على اتصال مباشر مع لبنان، في منطقة اسم المنطقة برمتها المنطقة الوسطى، وبالتالي كانت عبارة عن خزان يستقبل السلاح والمسلحين وجميع الإمدادات بكل ما له علاقة بعمل أولئك وبإجرام تلك العصابات الإرهابية المسلحة ليتم تكديسه وتوزيعه حسب يعني بمختلف الاتجاهات. وبالتالي كانت تقود العمليات أو عمل الجماعات الإرهابية المسلحة ليس فقط في منطقة القصير وإنما في كامل المنطقة الوسطى. هذا من نقطة حتى من الناحية الجغرافية. عندما نتحدث عن القصير أيضا نتحدث عن إذا أخذنا الامتداد الجنوبي الغربي فهذا يعني اتصالها بتل كلخ، وهذا يعني اتصالها بالساحل السوري. الامتداد الشمالي اتصالها بسلسلة الجبال والهضاب التي تصل أو تتصل بريف دمشق من الشمال إلى الغرب. وهذا يعني أن يعني السيطرة على منطقة القصير يعني قطع كل خطوط والامداد وكل محاور التحرك لتلك العصابات المسلحة، هذا من جهة. والأمر الآخر إمكانية تحريك القوات والمناورة بالقوات وتوزيعها في القوات العربية السورية في جميع الاتجاهات. الأمر الآخر والنقطة الأساسية يعني منطقة القصير المعروف بأن يعني تنتشر حولها مساحة زراعية أو مناطق زراعية واسعة، وبالتالي هذا يمكن أولئك العناصر المنتمين إلى مختلف التسميات، أنا لا أميز بين هذه التسمية أو تلك، كل من حمل السلاح ضد الوطن هو في المحصلة عضو أو في ميليشيا صهيونية صرفة، وهذا ما أثبتته وقع الأحداث. يعني مثل هذا الإنجاز النوعي، ويمكن أن نتحدث عن الجانب العسكري بالتفصيل سوف نأتي على ذكر يعني الأسئلة الكبرى التي طرحت اليوم أمام الآلية الإسرائيلية للعدو الصهيوني في القصير. ولكن لنشرك معنا في هذا المحور الأستاذ جرار، قبل أن نتفصل أكثر في الحديث عن يعني عن نقطة التحول حقيقة اليوم في احتضار المشروع الإرهابي
الإرهاب في القصير، إلى أي مدى هناك قراءات مغلوطة عند البعض، ملتبسة عند البعض، وصلت عند البعض الآخر إلى حد الوهم أمام المشهد الميداني الكبير الذي يعني بالدليل القاطع اليوم كنا نشاهده على الشاشات؟ مساء الخير لك ولمشاهدي قناة الفضائية، ومساء الخير لهذا الجيش البطل ولقوات الدفاع الوطني ولكل مواطن يقاوم على هذه الأرض في سوريا لدحر هؤلاء القتلة والمجرمون وهذا المشروع الذي أتى على سوريا. أنا أعتقد أنه بادئا ببدء كل هذه التحولات التي ترينها، وهؤلاء الذين تحدثت عنهم أنهم بمعنى من المعاني لم يقتنعوا حتى هذه اللحظة، لا، أنا أقول لك أنهم أدركوا تماما بأن القضية اختلفت تماما عن ما كانوا يتصورون. الحكمة في التعاطي في السياسة التي انتهجها الرئيس بشار الأسد كانت واضحة، وقد أفسح أمام المجتمع الدولي والعالم والرأي العام العالمي والدولي والعربي والإسلامي وكل هؤلاء أن يعلموا أن الذي يجري في سوريا هو أمر واقع رغما عنهم، بالرغم من كل التزوير والتزييف للوقائع والحقائق وتلك الحروب التي شنت عبر وسائل الإعلام ولا تزال بعضها تكابر ولكن عن يأس. يعني لأقول لك اليوم مثلا هنالك استنفار من ليلة البارحة إعلامي دولي على ما يحصل في هذه المنطقة الوسطى. يعني الكلام عبر الشاشات دون أن تكوني في الميدان، لا أعتقد أن أحدا منا مهما بلغ قادر أن يوصف لك تلك المشاهد. هنالك مشاهد أسطورية لهذا الجيش تجري اليوم، وأريد أن أقول لك أنني آتي من تلك المناطق اليوم. نعم الله يسلمكم. ونحن قررنا إن شاء الله مع فعاليات القصير إقامة مهرجان حاشد في ساحة القصير يوم الخميس إن شاء الله، على أن تكون القصير نظيفة بالكامل صباح يوم الخميس. لذلك هؤلاء وهنا اسمح لي إشارة إلى ربما سكان المدينة، إلى أي مدى كان لهم يد في مساعدة ربما الجيش العربي السوري؟ أنا سأقول لك الحالة في كل سوريا على شكل التالي. اليوم هنالك أيضا للحقيقة، يعني قد يكون موضوع الإعلام من كثرة الأخبار والكم الهائل لا يستطيع تغطية كل شيء. أنا سأضيف شغلة أو قضية أساسية، أن أكثر من 150 مدينة وقرية في ريف حمص هي الآن محررة من رجس هؤلاء القتلة، وأخرها كان الغسانية التي مضى على عدم وجود الدولة 8 شهور فيها. عندما يأتي الجيش ويرى الشعب الدولة موجودة، كل هؤلاء القتلة وكل الأهالي تصبح مع الجيش وترفع أيديها تلويحا للجيش. لذلك أهلنا في القصير بالتأكيد لهم الدور الأساسي والدور الأبرز والأكبر هو للقيادة التي رتبت لمثل هذا الأمر. هؤلاء اعتقدوا أن القضية بسيطة بتاخذ لمعهم كم شهر على طريقة ما كان في تكتيك عسكري في بداية الأحداث بيعملوا الجيش العربي السوري. اليوم الهجوم من 4 أماكن أفشل طموح غربي كبير جدا ومتقدم ومتطور في منظومة ما كشف في القصير، وهو الأخطر من نوعه في المنطقة حول موضوع آلية التجسس الموضوعة، والتي بإمكانهم التنصت على كثير من القضايا ورصد، ولكن نجح الجيش العربي السوري وهؤلاء أغبياء. أنا أقول لك بكل صراحة الجيش وأجهزة التشويش والاتصالات في سوريا كانت على علم مسبق بهذا الأمر وقد راقبتهم ووقعوا في هذا الكمين. نعم، هذا من الناحية الاستراتيجية. لذلك الجيش يعمل بكل جهد وبثقة ويعني بدون أي لبس. لذلك إذا ما جلتي ترين أن شيء غريب يلمع في عيون هؤلاء المقاتلون في كل مكان في كل طرف. أنا كان لي شرف أن زرت قطاعات في الجيش وأهلنا المقاومين والمقاتلين في المنطقة الوسطى عموما تقريبا، وأجرينا جولة هامة جدا في تلك المنطقة. ولعلم كل هؤلاء في الغرب ولأهلي أقول أن حمص المدينة التي راهن عليها هؤلاء القتلة والمجتمع المجرم الذي تورط في الدم السوري راهنوا عليها على أنها عاصمة ما يسمى الثورة. أنا أقول لهؤلاء أن حمص حتى الآن، وهذا يعود فضله للقيادة السياسية والعسكرية والأمنية وللشعب في حمص الذي يجب أن نحييه ولشهداء حمص الذي لم تتوقف فيه معمل من معامل الإدارة العامة يا أخوان، معمل واحد. هنالك معامل إنتاجية ضخمة تردف المالية السورية في مليارات الليرات، ولا بد من أن نشيد بهؤلاء المسؤولون في تلك المنطقة. جامعة حمص حتى الآن 95 ألف طالب تضم،
معلش وين رايح هذا العالم؟ انه معتقدين انه القضيه ربما ما بس صمود، هذا شيء نعم. اسطوري غير مسبوق نعم. نعم. انه اليوم انت بعد سنتين واربع شهور تجي على مدينه بتلاقي كل هي الحضاره، كل هي الثقافه، كل هي المجتمعات، كل هذا العلم، كل هذه المقاومه، كل هذا الصمود. نعم هذا شيء عظيم جدا في سوريا. طيب سوف ايضا نتحدث اكثر عن يعني وحضرتك كنت في قلب يعني نعم. نخسر كما ذكرت أيضا في نقطة جدا مهمة بالإضافة إلى مشاركة الأهالي في الجيش في يعني دحر هؤلاء فلول الإرهابيين، أيضا سوف نتحدث معك عن يعني ربما تسليم البعض أو إلقاء هناك، سمعنا بأن عدد كبير من الذين ألقوا سلاحهم أمام واستسلموا الجيش نعم واستسلموا ومنهم للجيش. من ألقي القبض رغما عنه نعم. ومنهم من فر في اتجاه الشمال، ولكن هذا له حساسية نعم. معينة نستطيع أن نتحدث صحيح سوف نتحدث عنه. أعود للمفهوم الوضع الاستراتيجي العسكري وعن تداعيات وضع الميدان اليوم في القصير وعن إنجازات الجيش العربي السوري الذي راهن عليه الكثير، وربما قد تكون في الأيام القادمة فعلا معركة القصير أو يعني ما حدث في القصير هو نقطة تحول ربما في يعني الأزمة السورية. بس ما بقى في المعركة السورية. القصير المعركة حسمت نعم نعم أمام من يتحدث نعم. لا ما بقى فيه لأنه نعم. راح شوفوه قدام عينهم نعم. في احتفال ضخم جماهيري يوم الخميس راح يشوفوه كل العالم منه بسوريا بس تداعيات ذلك تحدثنا في الجغرافيا معك دكتور حسن، ولكن تداعيات ذلك على واقع المدينة كما يتحدث هناك احتفال يوم الخميس على الناس على الإرهابيين الذين يعني احتضروا ربما منهم من فر منهم من سلم السلاح منهم من يعني قتل. سأبدأ من حيث نقطة أساسية تم الإشارة لها وهي دور المواطن السوري المؤمن ببلده، المؤمن بانتمائه، المؤمن بقضيته، المؤمن بجيشه وبقيادته، الدور الكبير الذي قام به بمساعدة الجيش العربي السوري لتحقيق مثل هذا الإنجاز النوعي. عندما نتحدث عن معركة القصير يعني من لعله كما قلت من الإبداعات التكتيكية الجديدة، الجيش العربي السوري لم يخوض في القصير مجرد معركة تقليدية، بل كانت هي معركة مركبة يشترك بها المعركة التقليدية من خلال اشتراك جميع أنواع الأسلحة، صنوف الأسلحة الخفيف والمتوسط والثقيل، وإضافة إلى كونها حرب شوارع، إضافة إلى كونها حرب عصابات، وأضاف الجيش العربي السوري مصطلحا جديدا وهو حرب الأنفاق. يعني أولئك القتلة فوجئوا بعمالقة الجيش العربي السوري يهاجمونهم وهم في أوكارهم. ما كان لمثل هذا الأداء النوعي أن يتم إلا بالتعاون مع الأهالي الشرفاء نعم. الذين كان لهم فضل في يعني الإشارة إلى أماكن أو مداخل ومخارج الأنفاق، والأمر الآخر الإشارة إلى أماكن زرع العبوات الناسفة والألغام، فهذا دور أساسي. البعض الآخر صفة أخرى أو أمر آخر قام به المواطن العربي السوري في منطقة القصير وهو يعني مجرد دخول الجيش أصبح جزء من المواجهة، وبالتالي العديد من المدنيين ألقوا القبض على بعض أولئك الفارين. هذا من جهة. إذا تحدثنا عن الجانب العسكري عندما نتحدث عن القصير وعن أن منذ عامين وأولئك القتلة يعني يجهزون أمورهم يعدون يحفرون يجهزون مقراتهم يوزعون قواتهم، تحدث الأستاذ درار عن ضبط أجهزة التشويش والاتصالات وهذا أحد أهم الإنجازات نعم. التي تم إنجازها قبل أن تبدأ المعركة وهو تعطيل منظومة الاتصال. وعندما نتحدث عن تعطيل منظومة الاتصال يعني تقطيع أعصاب التواصل ما بين أولئك القتلة نعم. ومنظومات الاتصال التي ضبطت والتي تم تعطيلها هي ما يتحدث عنها الأمريكيون ويقولون بأنها عبارة عن أسلحة غير فتاكة، أسلحة غير قاتلة. في كل الأعراف في العلم العسكري بأن ما يسمى بأجهزة الاتصالات هي جهاز أو سلاح الإشارة، وسلاح الإشارة المتعرف عليه أنه عصب المعركة. فمن خلال ما تم يعني ضبطه في مقرات وفي غرف عمليات أولئك يعني تبين أن القسم كبير منها يعني يتعدى حتى يعني المساحة أو مسرح العمليات
التكتيكي أو الخاص بالمنطقة الوسطى، وإنما يتعدها إلى محاولة التشويش على كامل منظومة الاتصالات والتنصت ومتابعة أعمال سواء كان رجال الجيش العربي السوري أو المقاومة الوطنية اللبنانية في لبنان. طب الترابط العضوي اليوم بين يعني ما شاهدناه من آلية عسكرية إسرائيلية في القصير وما تتحدث عنه، إلى أي مدى هناك ترابط عضوي فعلا بين إسرائيل؟ عندما كنا نتحدث في بداية الأزمة بأن إسرائيل تحدد الهدف ومن ثم ترسل أدواتها للتنفيذ، هذا ليس كان كلاما وإنما كان حقيقة على الأرض، اليوم كان الدليل واضح للجميع. لا يمكن أن نتحدث، أنا قلت منذ البداية لا يمكن، كل من حمل السلاح هو عضو في الميليشيا التابعة لإسرائيل والتي يحركها ويقودها ويخطط لها ويشرف على متابعة أعمالها وعلى التنفيذ الصهيوني أو الإسرائيلي بشكل مباشر. ليست يعني هذه العربة التي كشفت ليست هي الدليل الأول ولن تكون الدليل الأخير على ارتباط تلك العصابات المأجورة بالكيان الصهيوني. ماذا يمكن أن نسمي تكبير أولئك القتلة عندما يعني فيما يتعلق بالعدوان الصاروخي على دمشق؟ ماذا يمكن أن نسمي للرشاشات عوزي الإسرائيلية منذ الأشهر الأولى كشفت وتم تصويرها يعني على شاشات وهناك من يقول هناك أسلحة ربما لم تستخدم بعد هناك في إسرائيل من المعامل إلى تم يعني ضبط صواريخ اللا والتا والعديد من الصواريخ الحرارية المضادة للدروع وتم ضبط أجهزة اتصال القنابل الكثير. هذا من جهة، من جهة أخرى كيف يمكن أن نفهم يعني هل يمكن أن يعقل بأن تلك العصابات تنطلق عبر المنطقة الفاصلة في الجولان من وإلى الكيان الصهيوني إلا بالترتيب وبالمساعدة وبالتنسيق مع الجيش الصهيوني بشكل مباشر؟ فمثل هذه العربة التي تم ضبطها بشكل واضح وتم عرضها ومع الكتابات، هذا يدل على شيء، فهذا يدل على جزء من منظومة متكاملة عنوانها كل من يدير هذا مسرح العمليات بشكل عام على امتداد الرقعة السورية هو الصهيوني وبالتنسيق مع الأمريكي. ما تبقى أدوات لا أكثر ولا أقل. أستاذ ضرار، يعني فشل الأهداف التي يتم السعي بشكل حسيس من خلال الماكينة الإعلامية التي يرافقها ربما النشطاء السياسيين والكثير من الأدوات الداخلية الإرهابية، ربما إلى أي مدى دعا إسرائيل إلى التدخل بشكل مباشر ربما من خلال ما شاهدناه اليوم من آلية عسكرية إسرائيلية، من خلال ما يقال أو ما يقول البعض بأن من أحد أهداف الغارة الإسرائيلية كانت على دمشق هو لتعطيل ربما ما كان سيقوم به الجيش العربي السوري في القصير؟ أولا فيما خص هذا العدو، هذا الكيان الغاصب، معلوم أنه منذ اللحظة الأولى وكنا قد قلنا من الشهر الثاني من هذه الأزمة أن إسرائيل هي من خططت لهذه الحرب وهي من رتبت وهي لديها هؤلاء القتلة كأزرع وليسوا إلا هكذا. ووصف هذا يعني أكثر شيء ممكن أن ترتقي به بالكلام عن هؤلاء. هذا من الناحية الأولى. الأمر الاستراتيجي أن إسرائيل عندما أدركت أن تدميرها بالكامل هو موضوع بحث ما بين الدول التي تعنى بالمقاومة، قامت بهذه الحرب في الداخل السوري وشجعت على هذه القضايا. ومعلوم أن سوريا اليوم قد كلفت هذا العالم رقم ضخم، وأعتقد لنا حسابات في هذا الأمر ولكن هذا يحتاج إلى حلقة لتفصل في هذا الأمر. هنالك أكثر من 550 مليار صرفت في الساحة السورية، يعني بالمعنى ليست فقط كاش ماني، يعني بهالمعنى أنه في أول شيء أدوات معدات، هنالك قناصة وصل سعرها للخمسين ولستين ألف دولار، القناصة الواحدة اللي استخدم منها في سوريا. طيب إذا الإسرائيلي كان هالقد، ما هو متدخل في الساحة السورية؟ يعني جاي هلأ اليوم يطلب حرية في القصير مثلا على طريقة هؤلاء الذين يسمون أنفسهم أنه بدهم حرية في سوريا، أنه كان داخل العربي والمعدات. هلأ على كل الأحوال هون لازم يكون في كلام جدي بالنسبة للحكومة اللبنانية، يتفضل فخامة رئيس الجمهورية في لبنان، وهذا أيضا مسؤولية المقاومة أن تتنبه إلى هذا الأمر لأن هذا الأمر خطير جدا. كان هناك محاولات لتنفيذ الاحتقان اليوم في الداخل اللبناني. نعم كثيرة. وأكثر من ذلك أنا أقول لك، أكثر من ذلك تورط بعض الجهات في لبنان مما يؤذي سوريا بشكل مباشر في إدخال هذه القطع الخطيرة جدا والتي متواجدة في لبنان، ولكن لبنان لن يكون سوريا معلش. وأنا بتوجه للمعنيين بلبنان وللوطنيين، قطعوا الكايبل بينكم وبين الأمريكيين الموجود بالبحر كما فعلها الرئيس إيميل لحود معلش. في شيء
يهدد أمن المنطقة. منظومة الاتصالات وسلاح الإشارة هو أساس في أي حرب. لذلك لولا أن يكتشف هذا وهذا بجهد بعض الأدمغة، لأننا نخوض صراع أدمغة من جهة الجيش العربي السوري مع هؤلاء في المجتمع الدولي والإسرائيلي وغيره. لذلك أنا أقول لك في كل صراحة، اليوم حفلة جنون رسمية في كل تلك الدول وعلى رأس إسرائيل. ليه إسرائيل مباشرة هرولت بشكل سريع جدا لعند كل الدول لتطلب انه لا دخيلكم، روحوا طمنوا السوريين، انه يا اخي انه هالموضوع مختلف عن ذلك، يعني شيء يائس جدا. ولكن الاخطر من افلاس ذلك افلاس، يعني افلاس الأخير. افلاس لك افلاس ما بدك اخير. انا بعتقد حتى التنظير على السوريين في هذا الامر وعلى المجتمع في الخارج على العرب او المسلمين الحقيقيين امر اصبح ما هو مجدي، لانهم مقتنعين تماما وعلموا بالحقيقه كما هي. لقلك اكثر من ذلك، اليوم الغارات التي كانت تستهدف دمشق ذكرتي أنها كانت تريد تعطيل عملية القصير، لا أكبر من ذلك. الغارات التي حصلت على دمشق هي مشابهة للغارة التي حصلت في ليبيا، وكان الهدف منها إعلان دمشق مدمرة بالكامل في الإعلام، وأن الرئيس بشار الأسد خارج دمشق بالكامل. والدليل على ذلك أنه الأقنية التي كانت تتعاطى بهذا الموضوع حتى الفجر، وكنا نراقب وقد خرجنا على وسائل الإعلام نحن في منتصف الليل، كانت تبغي من ذلك أن تقول أن دمشق انتهت ولم يبقى سلطة في دمشق. لكي يكون هنالك انهيار. فإذا نحن أصبحنا خلف هذا الموضوع، هذا خلف ظهورنا، نحن ذاهبين إلى تأسيس مرحلة بدأت بإعلان الرئيس بشار الأسد، مرحلة أسميتها بداية النهاية. ليست النهاية بل أقول بداية النهاية، أي بفتح الرئيس بشار الأسد مجال المقاومة وتشريعها كحق للسوريين، حتى ما حدا يطلع على بكرة يعتقد أنه المقاومة هي موضوع بحث مع حدا. المقاومة هي حق شرعي لكل الشعوب، كفله المواثيق الدولية والدساتير في كل البلدان، وهذا حق للشعب العربي السوري وحق لكل من تغتصب أرضه. لذلك الإسرائيلي اليوم يعاني ما يعانيه جراء هذا الأمر، لأنهم فشلوا في الأهداف التي تحدثت عنها، وهي أهداف استراتيجية وهامة جدا. لنرددها بشكل سريع. هل تقسيم سوريا استطاع كل هذا العالم أن يقسم سوريا؟ أنا أقول لك لا. بالرغم من بعض تقطيع الطرق أو الأوصال، ولكن هذا في السياسة لا يصرف بشيء، لأننا قادرين على اختراق بعض الأماكن وتركنا أماكن في التكتيك، ونحن قادرين على الوصول إلى كل مكان. أنا لست عسكريا، ولكن أنا عندما أذهب إلى المدن وإلى القرى وإلى الوسط وإلى الجنوب وإلى حلب وإلى الشمال، أذهب وأنا أقول للسوريين اكسروا هذا الحاجز إذا ما كان لديكم بعض القلق أو الخوف من أن تخرجوا في أي وقت وفي أي ساحة وفي أي مكان، وخصوصا على الطرقات العامة ما بين دمشق وحمص وحلب. اكسروا هيبة هذا الإرهاب الجبان، لأنهم هؤلاء قتلة تافهين مجرمين غير قادرين أن يفعلوا شيء، جبناء. لذلك نحن اليوم نعلم تماما أن مرحلة بداية نهاية هذا المشروع تسقط في تحقيق ثلاثة أهداف أثبتت الحكومة في سوريا والجيش العربي السوري البطل ودماء الشهداء وهذا القائد العظيم، أننا تجاوزنا تقسيم سوريا إلى الأبد. انتهى محاولة وضع سوريا. نحن في مشروع تمديد. محاولة وضع سوريا في حالة طائفية معينة فشل ذريع. معلش إيه؟ اليوم السوريين شغلة قيمة جدا نتباهى بها أمام كل العالم، أنه كل ما أنفق وكل ما حصل في الإعلام. أنا كنت في وادي النضارة الذي أحيي شعبه على هذا الصمود الرائع والمقاومة الهائلة لهؤلاء القتلة الذين يحاولون التسرب من جوانب لبنان وغيره من القرى التي تعلوهم. ترفع لهم ليست الأيدي بل يرفع لهم الرأس ليلا ونهارا، وتنحني أمام هؤلاء المقاتلون الشرفاء في ذلك الوادي ومن كل التشكيل السوري. أينما ذهبت ترين هؤلاء السوريون بعظمة كبرى. وأنا أتفق مع كل شخص في سوريا يعتز ويكبر في سوريا. سوريا كبيرة جدا، نحن نعلم حتى عندما نلتقي في بعض الشخصيات التي تعارض فكرنا وهي من دول أخرى، عندما نجتمع في سوريا ويأتوا وسطاء وغيرهم نراهم ينظرون إلى الوطنيون نظرة احترام. تحدثت عن إفلاس الأهداف، يعني عن التقسيم فشل، عن الطائفية، ثلاثة عن موضوع الجيش. الجيش العربي السوري الذي بدأ جليا عندما أتى المبعوث الذي يسمونه دولي وعربي، وما بعرف إذا هو أخضر ولا عربي، بالنتيجة ولا أصفر ما بعرف، بس بالنتيجة وقت حضرته بيجي
وبيجتمع مع السيد حسن عبد العظيم وبيبحث سؤال شو مصير الجيش العربي السوري، انه كيف اني بدهم تركيبته وهيكليته. نعم. معلش كمان هذا بمسؤوليه القضاء. حضرته لازم يجيبوه ويستدعوه ولازم تسود قانون الدوله. نحن كلنا كل سوريا وكل الشعب السوري لازم نحترم موضوع القانون ونسعى لتعزيز سلطه الدوله ولو في اي حتى في اشاره المرور. نعم. معلش بدنا ننتبه لها. نعم. اي احد بيتجرأ على مناقشه مصير مواطن في سوريا، مش قضيه الجيش، ولك اصغر جندي اقل نقطه دم في الجيش العربي السوري غير قادر كل هذا العالم ان يفاوضنا عليها. منك انت لا تنسيقيتك ولا حدا في الوجود قادر ان يقترب من هذا الامر، والذي يريد ان يقترب من خطوط الجيش العربي السوري سنقطع يده ان شاء الله ايا كان، لانه اللي انفق كل هذا العالم كل هذه الاموال وكل هذه الحرب والذي لم يستطع تحقيق هدف في سوريا من تلك الاهداف لا يستطيع ان ياخذه بالسياسي. ومن الاخر ما راح نعطي اللي ما قدرتوا تاخذوه بالحروب مجموعه حروب. هل هي كانت المحاوله الاخيره لهم ب يعني انجاز ميداني عسكري على الارض ل يعني فرض شروط سياسيه وخاصه سمر. معلش اليوم في شغله اساسيه كلنا بنعرفها، يسبق اي حاله جلوس الى التفاوض المحاوله بامساك اوراق جديده، المحاوله لتعزيز الاوراق. ولو كلنا لازم نفهم هي القضية. نعم. ما بدنا نروح بقى بالوهم الإعلامي اللي عم يترتب لنا في الخارج وبعدنا نوقع ضحية أنه نقعد مسمارين عند التلفزيونات أنه لا دخيلكم ليقوم القصة كذا. حبيبي مشروع دفن سوريا انتهى إلى الأبد. نعم. دفن سوريا يعني دفن العالم. والرئيس بشار الأسد هول جهابزي اللي كانوا عم بيقولوا لك اليوم وقت اللي بيطلع الأمريكي بيهول أنه لا بدنا الرئيس بشار الأسد وحكومته تحضر. طيب حبيبي امبارح أنت كنت عم بتقول ما بدكم تنحي. أكثر من ذلك ادعى الأمريكي أنه حصل على استطلاع رأي بصحيفة معينة. هذا كاذب، هذا نبأ كاذب. الخبر هو على شكل التالي: CIA تماماً أي جهاز المخابرات الأمريكية يجري استطلاعا على مستوى الشرق الأوسط والعالم والمنطقة وفي داخل سوريا ومن تعاطوا في الحرب على سوريا، فتكون النتيجة 75% إذا ما أجريت انتخابات اليوم للرئيس بشار الأسد. نعم. معلش بدنا نكبر ونفهم حالنا نحن وين مواقعنا ونحن شو في هذه الخريطة. نحن أكبر من كل هذا المجتمع الذي حاول قتل دمائنا وشهدائنا. نعم. يعني تشير إلى الولايات المتحدة الأمريكية دائما هي تلعب على الوترين، هي من جهة يعني تدعم الحل السياسي ومن جهة أخرى تمد الإرهابيين بالسلاح وتحاول ما يعني تأخذه هنا أن يعني تدفعه هنا أو بالعكس، وخاصة اليوم عندما تفشل خطة أوباما على أعتاب يعني مدينة دمشق يسارع كيري إلى موسكو يعني جوهر الاتفاق الروسي الأمريكي هو ما كانت تطالب فيه دمشق بالأصل الحل السياسي. هذه الفكرة في الأساس فكرة طرحها الرئيس بشار الأسد في الشهر الرابع أو الخامس للأزمة. نعم. أي أن نحتكم إلى الشرعية الدولية إلى ميثاق جنيف. نعم. لذلك نحن وقت الحدا بيجي بيهول علينا بتحضر وما بتحضر، وحبيبي نحن دولة بتقرر هي إذا بتحضر وقت اللي بتشوف كل المشروع كامل يعني الباكج كامل كيف الحل. نعم. أما إذا حدا طالع براسه أنه نحن منروح وقت لأني بدهم ومنجي وقت لأني بدهم لا. هذا واحد. بس الأمر الأهم من ذلك. نعم. الأمريكي أدرك أن الأوراق التي كان يمتلكها انتهت، ما بقى فيه يعني بنك الأهداف اللي طرحه أفلس. هل كانت مراهنة خاطئة من الأمريكان على الأدوات الداخلية أو على المعارضة الخارجية التي تبنت فكرة إسقاط الدولة في سوريا؟ هلا هو هالمسحة بعد ما نضل نحكي فيهم أنه معارضة خارجية وهذا يعني كمان هزلت المعارضة الخارجية لها أدوات داخلية. معلش أدوات داخلية هم متصهينين، أنا بتعامل معهم كصهيوني ما فيني شئنا أم أبينا. أنا بالنسبة لي ولكن هم موجودون على الأرض. بس ما مثل ما عبي روجولة في وسائل الإعلام أنه جاي تأكيد. أنه جاي فلان بالحكومة القادمة بكل تأكيد. وأنه مناف طلاس جاي راكب ما بعرف شو هداك. نعم. كل هالحكي كلام منافي للوقائع والحقيقة. سنتعاطى في هذا الأمر على الشكل الآتي. نعم. أولا مصلحة الشعب السوري، دماء الشهداء ممنوع التفريط فيها وما حدا مسموح مننا له أنه يفرط بها الدماء أي واحد. نعم. عشان ما حدا يفكر أنه له علاقة بالمعارضة وبالمؤلاء. نعم. هذا خط أحمر. نعم. الأمر الثالث والهام والجوهري اللي هو أنه لازم كلنا نعرف أنه الشروط والأمريكي وقت اليوم مستعجل على هي التسوية بده إياها على طريقته عندما أشرنا في الشهر الثالث أن هنالك صراع على الغاز الممتد من الناقورة إلى آخر المتوسط في سوريا. طيب نحن كمان من الآخر ما راح نعطي الغاز لأنه هو عم يفاوض الروسي. حصة الأسد لن تكون لهؤلاء ومن دعمهم. هي ملك الشعب السوري والحلفاء.
هن بيتصرفوا. واللي بعض الأسئلة كتير بتجول في راس بعض من أهلنا. نعم. إنه كيف إخراج هذا الموضوع؟ إخراج هذا الموضوع دائما إذا حدا عم يفكر، نحن قلنا من البداية نتحسب لأي طارئ من هؤلاء لأنه ممكن يعملوا أي خدعة. ولكن هل ستكون إسرائيل ودول العالم كلها بمنأى؟ وأنا بدي أقول شيء جديد، معلش، إذا حدا مفكر أنه نحن متكلين على حدا بتكونوا غلطانين كتير، وحياتكم ما متكلين على حدا غير على جيشنا وشعبنا ومقاومتنا. واليوم الخبر الهام للسوريين أنه من منطقة حمص لحالة 5500 شخص من قوات الدفاع الوطني تطوعوا للدفاع عن الجولان وتحريره. هذا فقط في مدينة يا ستنا. معلش، إسرائيل تدرك هذه الأبعاد وتعلم قوة سوريا وقوة الأسد وضربة الأسد متى ستأتي. تعرف، لذلك هي تتوقع مثل هذا الأمر وتكلف الأمريكي أنه لا دخيلك. وبدي أقول لناسنا اللي مفكرين أنه نحن بنعطيهم معنويات وهي منا، لأنه كمان اكتشفوا من بداية الأمر، خلينا نحن كنا عم نحكي كلام منه مزبوط من بداية الأحداث لليوم، صار الأعمى بيعرف أنه اللي قلناه كله واقع. ما كنا عم نكذب على شعبنا وما لنا مصلحة. لنا مصلحة في أن نكون في الحقيقة. اليوم عندما تأتي هذه اللحظة الكبرى في سوريا ويريد أحدهم إنجازها وقطف هذه الثمار، لا ما بتركب، ما بتركب أبدا، ما بتركب. ليه؟ لأنه نحن قوانا اليوم سوريا بمفردها، أنا أقول في الساعات الاثنين من أي حرب قادرة على تدمير 70% من هذا الكيان الغاصب بالكامل. هل إسرائيلي بيعرفها يا أخوان؟ ليه نحن ما قادرين نعرف حجم قوتنا وعزتنا؟ وكان هناك محاولات عديدة لربما جر سوريا إلى حرب من هذا النوع، ولكن في التوقيت الإسرائيلي وعلى العصر الإسرائيلي وعلى الأجندة الإسرائيلية وعلى خلاف كل الذي نحن نتصوره. نحن اليوم كمان رئيس بشار الأسد رجل حكيم، ما في يجي ياخذ قرار لحاله دون حلفائه. حلفائه صمدوا معه. لذلك الرجل يحترم مواقف تلك الدول ونحن بنشكرها وما فينا إلا نشكرها، ولكن نصر الشعب السوري ما هو جميلة من حدا أبدا. حتى الروسي بيقولوا لك الروس، أنا أحترم الروس بشكل كبير يعني، وذهبنا ودرسنا في روسيا ولكن روسيا من يموت على الأرض هو الشعب السوري، هو الذي يصنع هذا الانتصار. نعم. طيب أشار، لو طولنا عليك شوي أعذرني دكتور حسن، نقاط أشار أساسية أشيرة. صحيح، الكثير من النقاط المهمة التي أشار إليها، ولكن في الموضوع أنا لو عرفان أنه الدكتور بالعالم ما أسمع المشاهدين لأنه الدكتور صديقنا، أنا لو عرفان هو في الحوار أنا بيمسنا يعني زادوا. أنا كنت بالعكس، لا أنا يعني نحن نستفيد يعني من حبي نغني الحلقة من كلامه. دكتور حسن يعني أشار إلى الموضوع جدا، الموضوع الإسرائيلي. قطر اليوم هي عرابة إسرائيل في موضوع يهودية الدولة وإنشاء أو استصدار قرار من الجامعة بين قوسين العربية ربما اليوم إلى يهودية الدولة، يعني إشغال العرب وإنشغال ربما بهذا الموضوع بإقراره يعني لفت النظر عما يحدث في سوريا إلى أمدى دقيق. باختصار وسأعود إلى مجموعة من النقاط. نعم. قطر عبارة عن فقاعة صابون غازية لا أكثر ولا أقل، ما يطلب من قطر تنفذه قطر. قطر لا تستطيع لا أن تبدي رأيا ولا أن تقدم خطة ولا أن تقترح تقدم مقترحا، كل ما في الأمر قطر عبارة عن يعني كأي دمية تحرك بالريموت كنترول لا أكثر. هذا هو الدور، وعندما ينتهي هذا الدور سترمى على مزابل التاريخ وعلى قارعة الطريق كالدمية التي فرغت البطارية التي تشغلها. أود الإشارة إلى نقطتين لو سمحتي. فضل. موضوع ما أثار الدكتور ضرار موضوع الأوراق الأمريكية، ما كان صالحا من أوراق بيد أمريكا قبل أسبوع لم يعد صالحا، ما كان صالحا قبل أسبوع لم يعد صالحا. المتعارف عليه أن غاية أي حرب سواء كانت سياسية أم عسكرية أم اقتصادية أم دبلوماسية، أي حرب الغاية الأساسي أو يعني التعريف المختصر هي محاولة كسر إرادات، إرغام الطرف، إرغام الخصم، إرغام الطرف الآخر على يعني أن يمتثل لإرادته. ما هي الهدف الذي أي هدف من الأهداف التي تم إعلانها أو المستترة في هذه الحرب على سوريا والتي تم تحقيقها؟ كل ما تم
الإعلان عنه وكل ما هو مستتر سواء كان متضمنا في مشروع الشرق الأوسط الجديد أو الموسع أو الفوضى الخلاقة، كل الأهداف الظاهرة والمستترة تحطمت على صخرة الصمود السوري. كل ما يتعلق بموضوع يعني الفتنة الداخلية كما أشار الدكتور ضرار، كل ما يتعلق بمحاولة انقسام الجيش، شق الجيش، كل ما يتعلق بمحاولة تهميش الدولة، كل ما له علاقة بإخراج سوريا من محور المقاومة، عند كل هذا أصبح خارجا. عندما تحديد الخسائر فقط كي أكمل الفكرة، عندما تقوم مجموعة أطراف لكسر إرادة طرف معين وأرغامه بسلوك محدد وتفشل في تحقيق هذا الهدف، فهذا يعني أن كل هذا الكم من الدعم السياسي والحشد السياسي والاقتصادي والإعلامي والعسكري أصبح خارج وراء الظهر، وبالتالي من جعل كل هذا الكم وراء الظهر من حقه الطبيعي أن يقول أنا المنتصر، وطالما أنا المنتصر أنا من أرسم معالم المرحلة القادمة، وعلى أولئك أن يأتوا وفق ما يرسم هذا المنتصر. تستطيع أمريكا أو الكيان الصهيوني أو الأتباع والحلفاء من يعني بلدان الخليج أو العثمانية الجديدة أن ترفع السقف كما تشاء، لكنهم جميعا ملزمون بأن يطأطئوا الرأس وأن يدخلوا من العتبة التي تحدد سقفها سوريا وقائد سوريا. وكل كلام غير ذلك الوقائع تؤكد أنه غير قابل لا للصرف وحتى غير قابل للتداول. أنا لا أستطيع أن أفهم كيف يمكن للقنوات الشريكة بسفك الدم السوري في البارحة بالذات كانوا يتصلون بمراسليهم الذين يدعون أنهم من هذه المنطقة ومن قلب الحدث، فنسمع استغاثاتهم على شاشات تلك القنوات، اليوم ينكرون ذلك. يعني مثل هذا الكذب، مثل هذا النفاق، مثل هذا اللعب بالعواطف، مثل هذه المحاولات اليائسة والمفضوحة لرفع الروح المعنوية لعصابات قتلهم التي بدأت تنهار وانهيار دراماتيكي شامل أشبه ما يكون بمجموعة من الأحجار التي تستند إلى ربما إلى أحجار الدومينو تماما، ومجرد سقوط الحجر الواحد تتدعى. وبالتالي ما حدث في القصير البارحة سيكون مقدمة، وهو مقدمة موضوعية ليس فقط لتخليص القصير من تلك العصابات، بل سيكون مقدمة حتمية لإنجاز تطهير كامل المنطقة الوسطى في أسرع وقت، وهذا سيكون مقدمة بدوره لإعلان انتصار سوريا شاء من شاء وأبى من أبى. أما أن يظهر هذا المتفزلك من هذه الدولة أو تلك أو عبر هذه القناة الإعلامية أو تلك، أو أن يحاولوا تسويق شخصيات إمعات معروفة بأنها في جيناتها بدمائها ترتبط بالامريكي وبالصهيوني، هذا الكلام لا ينطبق على الانتماء لا مواطن ولا عسكري. طيب. استاذ ضرار، اعتماد سياسه تحديد الخسائر والخروج من الازمه السوريه عند الامريكي اليوم الى اي مدى، على ماذا تعتمد تحديدا؟ هل من جهه مغالاه ان تحدثنا الميدان فرض ذلك، ام هي قد يقول البعض هي مناوره امريكيه؟ نحن وجدنا امريكا ساعد في البداية إلى أن يكون هناك في المؤتمر في جنيف واحد، ويعني انقلبت مباشرة على ما اتفقت عليه. هي ممكن أن تكون مناورة أمريكية أم الميدان فرض كلمته؟ بالتأكيد هنالك مناورات تجريها الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هذه المناورات طبعا تكتيكية وجزئية. ما ممكن تعمل مناورة ب 180 درجة بتحول. بس عملتها بالمؤتمر الأول، يعني خرجت أنا زمن أذكر أول خرجت هيلاري كلينتون من الاجتماع ويعني فسرت يعني بغير ما ورد بالوثيقة الدولية. لا يمكن تجاهل الوقائع التي تجري على الأرض والتي استجدت من جنيف واحد لاثنين. في وقت زمني. هذا واحد. اثنين، موضوع تحديد الخسائر، هنالك تقرير سري صدر عن الإدارة الأمريكية من مجلس الأمن القومي يوصي بالتالي: الخروج بشكل آمن من منطقة الشرق الأوسط بعد الفشل الزريع في سوريا. هي توصية سرية. اثنين، إعادة الاعتبار إلى الدبلوماسية الأمريكية ومحاكاة سوريا على هذا الصعيد. هذا أمر هام جدا. معلش، المناورة دائما في السياسة واردة، بس نحن مفترض كمان علينا أنه ننتبه تماما وأن نقرأ السياسة كما هي. السياسة كما هي، هؤلاء يحترمون القوي. اليوم بعد جهد جهيد وبعد كل ما فعلوه وتحديد الخسائر لازم يكون مثل ما هن بيحددوا كمان نحن نحدد. هنالك بعض السذج بيقيسوا لك الخسائر عنا بالحجر،
ولك يا حبيبي ولك شيلني من هالرواية اللي لا يمكن نقاشها عيب. أول شيء عندما أعلن سماحة السيد نصر الله في لبنان باليوم 38 الانتصار على أكبر آلة في العالم قاتلة ومجرمة، كان أكثر من نصف لبنان مدمر. وكانت تكابر كونداليزا رايس بالخدعة. لذلك انتبهوا السوريين أنه هو منتهيين، ما بقى يهموا لكم أنه الأمور يا لطيف. نحن بنترك احتمال انزلاق مشهد الحرب، ولكن هذا الاحتمال دائما يبقى ضعيف لأنه إمكانية الحرب غير متوافرة. لذلك كونداليزا رايس لليوم 38 قبل إعلان وقف الإطلاق النار شو تقول؟ سيولد شرق أوسط جديد. طيب بعد يومين ولد شرق مشرق بالمقاومة وفي سوريا وانتصر محور المقاومة. معلش اليوم موضوع سوريا ما هو قضية سهلة كما يتصور بعض هؤلاء السطحيين في التفكير. الرئيس بشار الأسد حالة عالمية من الصمود يحتذى بها لدى هؤلاء. المحور الممتد من سوريا إلى أمريكا الجنوبية. هذا أمر ما هو سهل، يعني في نصف العالم أو أقل شوي ما بيقدروا يتخلصوا منه بهالأيام. عقدة سوريا جعلت الأمريكي يتخبط في كثير من الملفات. لذلك نحن ندرك تماما. طب السعي الحسيس لشطب سوريا، هذا الرقم الصعب، يعني إذا عدنا بالذاكرة من شروط كولين باول إلى هذه اللحظة والعودة دائما إلى الأرض السورية، يعني شطبها من المعادلة الدولية، سحبها من منظومة ربما المقاومة التي تشكل فيها، فعلا رقما صعبا. إلى أي مدى سوف يعني تشعر الجهات الإقليمية العربية المتورطة في الأزمة السورية بأنها خالية الوفاض وخاسرة بكل المعاني، وإلى أي مدى ستقبل هذه الخسارة أمام هذا الانتصار؟ أول شيء دائما الدول التي تتحدثي عنها بده يكون في عنوان. اليوم أنا إذا أنا مثلا بس تقولي سوريا تعني الكرامة فورا بيقولوا لك سوريا الكرامة. سوريا العروبة، سوريا كذا. إذا بتقولي قطر العمالة خلص مباشرة أنه تطلع معك أنه صورة ستيفني ليفني مع جلالة الملك ومع المسؤولين. هيك المفارقة. لذلك هؤلاء ينطلقون من مبدأ أنهم لا شيء، بيعرفوا أنه هن أعجار تتناقل الدول وقت اللي بدها وبتشيلها وبتحطها وقت اللي بدها. معلمهم العثماني اللي معتبر كان أنه قادر على تغيير وقائع الأمر كله، انتهى فيه الأمر لأردوغان أنه اليوم عمل حفلة هستيريا. أول شيء خسارة محققة للحزب للعدالة والتنمية، ضجيج في تركيا غير اعتيادي، إفلاس ودعاء إلى محاولات تفجير في الريحانية. ولك يا ابني أنت عمين عم تضحك؟ أنتوا الريحانية أهلنا شعبنا. هذا اللواء كمان في لجان ستحرر هذا اللواء إن شاء الله، لأنه كمان هاي الاتفاقيات كلها أصبحت ساقطة بعد هذا الاعتداء الدولي على سوريا. نحن كمان بدنا نعيد النظر في هذه الاتفاقات الدولية. على الأمم المتحدة أن تتنبه هي والشرعية الدولية أن سوريا بحل من كثير من هذه القضايا، ويجب إعادة النظر فيها لترتيبها مع مصالح شعبنا ومصالح شعوب المنطقة. لذلك سقوط المروع لهؤلاء يدعهم جانبا، يعني بس يقلوا الأمريكي اتنحى جانبا سيتنحى. هو أوهمه أنه اليوم الخط تبع الغاز اللي بده يمتد من العراق وإيران والمتوسط في سوريا وكذا، هذا بده يطيرك كبلد. هو معه حق، أنا بقول لك المضبوط أنه 400,000 بالنتيجة ما بتصبط دولة. يعني شيء مركب. أي بلد مسلوخ من قطعة معينة من أرض معينة يخشى على وضعه. خذي الأردن. ليه الأردن بيضل هيك؟ لأنه كمان كيان مصطنع. أي كيان مصطنع غير حقيقي مركب سترين هذه النتائج. يعني عوامل الحياة الأساسية ومقومات الحياة الأساسية غير موجودة، يعني بلد عايش على مساعدات. نعم. طيب أعود إلى نقطة جدا مهمة كنا نتحدث عنها، هي في حال تم هذا يعني تجهيز البيئة الدولية الحاضنة ربما لأي حل سياسي سوف يعقد في الأيام المقبلة أو في الأشهر المقبلة، إلى أي مدى سوف نجرد هذه الجهات التي تحدث عنها الأستاذ زرار الإقليمية المتورطة حتى يعني الرأس في الأزمة السورية نفسها بأنها لا تمد الإرهابيين هنا؟ هل فعلا ستنفذ عندما تقول لها أمريكا قفي عن التمويل؟ أولا علينا أن نتوقف عند إمكانية الذهاب إلى مثل هذا المؤتمر. السؤال الذي يطرح ذاته، العنوان الأبرز للمؤتمر هو أن عقد مؤتمر دولي على أساس اتفاق جنيف. طيب السؤال مشروع لكل من، لماذا تم التنكر لمؤتمر جنيف أو لما تم الاتفاق عليه في جنيف قبل أن يجف الحبر الذي كتب به؟ ما سر هذه
التناقضات الظاهرية التي تبدو. اليوم يصرحون أنهم يريدون التصعيد ضد سوريا، بعد يوم آخر يقولون لا نحن مع أن أو يدعون السيد الرئيس والدولة السورية مصر. هذا ليس تناقض، هذا عبارة عن توزيع أدوار، سواء كان ما بين المسؤولين الأمريكيين أنفسهم أو ما بين يعني الأدوات التنفيذية التي يوزعون أدوارها على الأرض بما ينسجم. والفكرة الاستراتيجية الأساسية أو الهدف الاستراتيجي ألا وهو محاولة ضعضعة سوريا. لم يستطيعوا تفتيت سوريا، هم يحاولون استنزاف يعني قدرات سوريا العسكرية والاقتصادية، ويظنون أنهم بمثل هذا الكلام يعني ممكن أن يصلوا إلى يوم من الأيام وتقول سوريا أنا تعبت. أنا هذا الكلام خارج حسابات السوري. كل ما نراه الآن من محاولة تسويف، محاولة تدوير الزوايا، هو شكل من أشكال المماطلة بالوقت علهم يجدوا ورقة، يجدون ورقة تصبح قابلة للصرف. قلت لك أن الأوراق التي كانت قابلة للاستخدام غير صالحة لم اليوم. تعد قبل أسبوع لم تعد صالحة. الآن إذا كان العنوان الأساسي الذهاب إلى يعني حوار، أنا أسأل يعني هل أولئك القتلة المسلحون الذين يعملون في الأرض السورية على الأرض السورية على امتداد الجغرافيا السورية، من هي الجهة السياسية التي تمثلهم؟ ما هي المرجعية؟ فقط يوجد بالمناسبة في كل التاريخ البشرية كيان واحد عبارة عن جيش صنع له دولة ألا وهو الكيان الصهيوني. أولئك القتلة المسلحون، من هي الجهة السياسية أو الغطاء السياسي؟ إذا كانوا هم لا يعترفون بما يسمونه ائتلاف، وإذا كان الائتلاف بذاته أو الائتلاف كما أسماه بعير قطر هو منقسم على ذاته، من هي الجهة التي تمثل أولئك؟ المعروف أن يعني هناك يعني مسميين أساسيين للعناصر المسلحة الإرهابية على الأرض، جبهة النصرة التي يعلنون أو التي أعلنوا بأنها إرهابية والجميع يحاول أن يتبرأ منها، مع أنها صناعة أمريكية صهيونية وكل ما تقوم به هو بإشراف وتخطيط صهيوني ومتابعة ميدانية. طيب إذا كانت جبهة النصرة خارج هذا الإطار، بقي ما يسمونه ميليشيا الجيش الحر وهي ميليشيات إسرائيلية. هذه الميليشيات لا تعترف بالجهة بأي جهة سياسية تتبع للمعارضة الخارجية أو المعارضة الداخلية. إذن من هي الجهة التي ستتحدث بأسماء أولئك؟ أم أنهم يريدون تكوين أو الاستناد إلى هذا الجسم العسكري؟ وهذا يعني هذا قول وجواب صريح وواضح بأن هذا الجسد العسكري الإرهابي القائم في الداخل السوري يتبع بشكل مباشر إلى مجموعة من الأطراف، منهما يتبع إلى القطري، منهما يتبع إلى السعودي، منهما يتبع إلى التركي، منهما يتبع إلى والكل يلتقي خارجي. إذن هذا جسد عسكري إرهابي ليس له مرجعية سياسية إلا مرجعية أطراف العدوان على سوريا. هل يقبل مواطن سوري واحد على امتداد الرقعة السورية أن يتحاور أو أن يناقش من مرجعيته إسرائيل؟ هذا الكلام خارج إطار الحسابات السورية. وبالتالي يعني كل هذا التصعيد نوع من الحرب النفسية التي تهدف إلى أمرين أساسيين، الأمر الأول رفع الروح المعنوية لعصابات قتلهم المنهارة، والأمر الآخر التأثير سلبا على الروح المواطن، الروح المعنوية للمواطن السوري بعامة نفسي. وللمقاتل السوري بشكل خاص. لكن كما أثبتت الوقائع التحصين النفسي، الثقة بالذات، الثقة بالقدرات الذاتية، وهذا ما أشار إليه الدكتور محمد ضرار، موضوع أننا نعتمد على قدراتنا الذاتية ما يتعلق بأي قرار استراتيجي، وبخاصة عندما يكون الموضوع يتعلق بالمواجهة المباشرة أو المواجهة العسكرية. هناك مجموعة من الخطوات والحسابات التي يجب أن تؤخذ بالحسبان عند اتخاذ القرار الاستراتيجي. لا يجوز على الإطلاق حساب الإمكانيات أو القدرات الممكنة يعني التي يمكن أن تأتي من قبل الأصدقاء والأعوان، وإنما الذاتية فقط الإمكانيات الموضوعية أو الإمكانيات القائمة، القدرات الفعلية القائمة. وبالتالي هم يدركون يعني بما يمكن أن تؤول إليه الأحداث. أنا لا أريد لا أن أهول ولا أن أهون. بكل تأكيد الكيان الصهيوني عبارة عن ترساني من الأسلحة ونحن ندرك ذلك، والولايات المتحدة الأمريكية لا تخفي تبنيها، هو جزء من مشروعها. لكن هم يدركون أيضا أن ما يمكن أن يؤلم به سوريا قد استخدموا كل ما يمكن أن يؤلم سوريا، لكن لدى سوريا الكثير مما يؤلم، ليس فقط الكيان الصهيوني وليس فقط الولايات المتحدة الأمريكية وإنما كل أطراف التآمر والعدوان. ولا أظن أن ثمة عاقل في الكون يسعى إلى يعني إشعال كرة النار، لأن هذه الكرة إذا تدحرجت وامتد ذاهبها لا ولا يوجد أي طرف من الأطراف يستطيع أن يتحمل تداعيات
امتداد كرة استاذ زرار يشير دائما الى ان العدو الاسرائيلي عندما يقدم على اي خطوه ربما سوف يعني بيشوف الرد ليس انطلاقا مما نملك ربما من اسلحه وانما من ايمان بهذه الارض ومن اهميه هذه الارض ومن يعني هذا الانتماء العميق. ربما بضعه اشخاص يعني حزب الله لما عمل الانتصار ب 2006 لم يكن جيشا كبيرا وانما كان هناك ايمان بهذه الارض وحقق هذا الانتصار وهذا الصمود. الحريق العربي الذي يعني سمي زورا ربيعا عربيا ما كان بالأصل ليكون إلا ربما لتحقيق هدف استراتيجي مهم وهو تصفية القضية الفلسطينية، ربما يعني هذا الحرب الكونية العدوانية على سوريا في الأساس لتصفية القضية الفلسطينية هو الهدف الاستراتيجي على الطريقة ربما الصهيونية. إلى أي مدى ترى يعني فعلا قد يقول قائل كلما تحدثنا في الأزمة السورية يا بتجيبوا لنا القضية الفلسطينية يا بتجيبوا لنا إسرائيل، وفي الحقيقة هذا كلام يعني مردود مثل ما بيقولوا مردود عليه، يعني ليس كلاما هو نظريا وإنما هذه حقائق الجغرافيا على الأرض. يعني بالطبع العالم يدرك والمثقفون يعلمون مثل هذه القضية، لا يمكن تجاهل أننا خضنا صراع مرير مع هذا الكيان الغاصب. نعم. ومضى على هذا الصراع 50 عام. نعم. لذلك الجولان ذهب بسبب القضية الفلسطينية. نعم. جنوب لبنان، كل الأحداث الجارية في المنطقة نتيجة هذه الغدة السرطانية الموجودة في المنطقة. ولا أعتقد أن الزمن سيعود إلى الوراء، إنما كما قلت لك كلمة بداية النهاية تعني في مضمونها شيء كبير جدا. نحن نؤمن أن هذا الصراع الذي دام زمن طويل والفصل الكبير من فصوله الذي يحدث في سوريا منذ 2 و3 أشهر هو هذا الذي دعانا أن نتنبه إلى أن الآتي مهما تأخر هنالك معركة استحقاق مع هذا العدو، مع هذا الكيان الغاصب. نعم. لذلك مردود هذا الكلام بالمنطق على هؤلاء وليس في الحالة العنجهية. نحن نقول في منطق الأمور إذا كان لديهم دليل خلاف ذلك فليتقدموا بهذا الدليل. اليوم هنالك من يروج بهذا المعنى أنه يريد أعطاء سوريا الإسرائيلي يتمنن علينا أنه هو الذي يفضل بقاء نظام الأسد، هكذا يقولون. حبيبي والله لا جميلة منك كعدو. نعم. ولا من القتلة اللي انت أجرتهم. ولا من كل هذا العالم لو طلع بإيدكم تبيدوا الشعب السوري إبادة تامة. ما قصرتوا. لا بهمكم الحرية ولا بهمكم الأرقام. قتلتم أكثر من 1,000,000 في العراق، 1,200,000. ودرتوا ظهركم ومشيتوا وفشلتوا. نعم. وبالتوصيات اللي كنت عم قلك عليها واللي ما كفينا انه كمان احد التوصيات الهامة السرية هي انه هن تورطوا في العراق. نعم. دون اي دليل واخر شيء اكتشفوا وكشف يعني لكل العالم انه هذا كذب. نعم. يعني مارست الكذب امريكا والعهر السياسي في اكثر من مرة. نعم. لذلك هي تفتقد لهذه المصداقية. نعم. اليوم الرئيس بشار الاسد والنظام في سوريا اسسوا القائد الخالد على مدن اساسية ومداميك هامة جدا. نعم. ما حدا قدر يتجاوز هذا الامر لليوم. هنالك من يعتقد سذاجة انا بقول لك بالرغم من كل هذا الضغط الهائل وتحضير البنية التحتية المجتمعية والثقافية والأدبية لأنه كل شيء له أدبيات وله ثقافته بهذا المعنى. نعم. حتى هؤلاء القتلة هنالك من ساهم في ترتيب هذا البيت الداخلي على هذا الأساس. هنالك من قبض ثمن وضع سوريا في الحالة الاقتصادية كما رأيتي. نعم. هنالك من أضعف بعض القضايا وباع في الزراعة وفي الصناعة وفي التجارة وفي كثير من القضايا لصالح التركي. نعم. طيب بدك تنتبهوا، البحث استراتيجي شيء وهي القضية شيء. لذلك نحن نقول لكم جميعا كعدو هنالك سر في سوريا وهذا السر نحن نؤمن به لأننا مارسنا عبر السنين وتعرضنا لكثير من هذه القضايا قوية أكثر مما يتصورون. بمعنى اليوم أنت إذا بدك تقولي كل هؤلاء الاستشهاديين في سوريا هؤلاء هن اللي قلهم مني معلش ما حدا يزايد على نقطة دم شهيد. صح. كلنا مهما كبرنا ومهما صغرنا ومهما نطلعنا لا يمكن نكون أكبر من نقطة دم شهيد. معلش ما حدا يبيعنا وطنيات وجميلة إنه هو ساهم في شيء ما قدرنا نعمل شيء. كلنا اللي عمل هو شهداء. ولذلك الذي سيفعل فعله في هؤلاء بإسقاطهم أيضا هم شهداء. لذلك هي قضية لها قدسيتها. الأساس في هذا الموضوع أن سوريا عندما تتعرض لحرب هائلة مثل هذا الأمر والقطاع العام فيها يا ستنا 3 مليون موظف معلش إيه
خلينا ننظر شوي قديه قيمة هالبلد وقديه مدى صمودها. يدفع لثلاثة ملايين إنسان كل شهر رواتبهم دون انتقاص ليرة واحدة حتى اليوم. نعم. عم تقولوا انهيار في الاقتصاد؟ نعم. وعم تحكوا عن قضايا كثير وتهويل؟ نعم. ما أنا مزبوط هذا الكلام. وهون لابد ما نحيي رئيس الحكومة. لأنه الرجل مقدام وعم يشتغل وعم يعملوا هاي الخطط، وأنا بشجع المحافظين كما اليوم سمعت في حمص أنه في إقالة لبعض المدراء الفاسدين وغيره، هذا يؤسس في نصر سوريا، بدك تنتبهوا. الحرية والديمقراطية في سوريا مصلحة للدولة كبيرة جدا، وهذا ما سيحبط الإسرائيلي. هنالك من لا يريد لسوريا أن ترتقي في هذه المفاهيم لكي لا تنتصر على هذا العدو وعلى هذه المنظومة الدولية. لا، أنا بأشر لكم تماما أنه الرئيس بشار الأسد أكبر إصلاحي، شاء الذي شاء وأبى الذي أبى، لأنه الرجل عنده مشروع إصلاحي تحديثي، وأثبت من خلال اللعبة التي حصلت على سوريا بدهائها أنه صاحب حكمة كبيرة وصاحب موقف كبير وممسك في زمام وسلطة الدولة، وكل شيء في الدولة قائم على ما يرام، بخلاف بعض القضايا عند هؤلاء القتلة اللي أنا بنصحهم روحوا استسلموا للجيش أحسن لكم، أي منا لعبة لعبتكم وحياتكم. يعني هم معلش ما بس لا أنا بدعيهم للاستسلام بكميات كبرى، لا استسلموا بكميات أكبر. يعني تعوا بالآلاف. هناك مناشدات والله، هناك مناشدات أستاذ زرار على اليوتيوب من بعض يعني الجنود التابعين لما يسمى بالجيش الحر وأيضا لما يسمى بجبهة النصرة بأن يعني قادتهم خانتهم وغادرت غير هذه الاستغاثات والانشقاقات. أنا صحيح. أقول لبعضهم الذي تورط في شيء ما، تعا كاشف الدولة ما راح تترك الأمور، لأنه حتى الأحداث في لبنان بدي أعطيكم مثال وهذا منيح نعطيه للشعب السوري. ما حدا اللي أجرم منكم ومعتقد أنه ما حدا شايفه له حق المواطن يقيم دعوة عليك ساعة يشاء، والدولة بتاخد حقها ولو بعد 100 سنة، والدولة قائمة وتسجل كل شيء. كلنا لنا مصلحة في أن يقوم مشروع الدولة. إذا بدكم الزعران تحكم مثل ما أنتوا هلأ عم تشتغلوا هذا ما ماشي ولا يصح اصلا. تعميم يعني ما هو يعني تعميم لمين؟ يعني تعميم يعني مفهوم الدوله الذي تعيشه سوره لا يعيشه لبنان يسمح ولا فيها غير يعني لبنان. لا ولا غير ما لبنان هيك. مش ما موضوع التشبيه هذا، لا عم نقول انه مثلا لا اليوم في شيء عنا مهم لازم كمان ننتبه له. هلا في ناس عم تعتقد انه بوهله معينه في فراغ معين في جزئيه عند الدوله انه اليوم قاتل ارتكب مجزره بيطلع. معلش هذا اخر شيء بده يرد يحاسب. مثلا هو طلع خليني اقول طلع مثلا بقانون معين بماده معينه. طيب اذا في حق شخصي سيدعي لا كمان. القانون هو تحت القانون بكل الاحوال. فاذا كلنا بدنا نتفق انه نحن لازم سلطة نكون القانون. تحت سلطه الدوله والقانون يعفيه من الحق العام، اما ما يتعلق الحق بكل لا يعفيه. ايوه لا. هو ملك الاشخاص والكبر. وهنا مصلحه الدوله العليا التي يعني في كمان. كل دوله هناك مصلحه بس ما بيعملها الا القوي. طبيعي يوم الرئيس بشار الاسد عندما يصدر 4 أو 5 إعفاءات لو ما بيتمتع في كثير من القوة والإمساك في الأرض ما بيصدر هيك إعفاء. هي القوة الهائلة والقلب الكبير. لذلك على هؤلاء أن يتنبهوا أنه المرجعية لهم والأرحم لهم هي الدولة. نعم يعني الدولة عندما تسامح لا تسامح بالمطلق، وإنما تترك الهامش للشخص تسامح الذي هو حق الدولة حق عام. الدولة سامحت بحقها ولكن تترك للشخص الادعاء الشخصي سامح أو لا تسامح. هذا شأن شأن آخر. سوريا تعاملت مع كل المبادرات السياسية التي طرحت لحل الأزمة فيها بدبلوماسية الأبواب المفتوحة كما يقال، مبدية رغبة صادقة جدا منها إلى الحل السياسي التي كانت تنادي فيه من البداية. ولكن لن أقول هناك نوايا غير صادقة، هناك أكثر من ذلك. ربما هناك معسكرين إذا عدنا بالذاكرة إلى حرب تموز انقسم العرب إلى معسكر مع المقاومة ومعسكر ينظر على المقاومة. اليوم هل تجد بأن فعلا هناك أفاق للحل السياسي أمام كل ما نتحدثنا عنه في الميدان؟ لو نعطي الحديث للدكتور حسن ومن ثم نعود لك أستاذ زرار. إمكانية الحل السياسي وأفاق الحل السياسي عندما تتوفر الرغبة بكل تأكيد كل شيء يمكن، لكن السؤال الأهم هل أطراف العدوان
لها قناعة، لها رغبة، لها مصلحة في الحل السياسي، بكل تأكيد من سعى إلى تفتيت سوريا، من سعى إلى إحراق سوريا، من سعى إلى تدمير سوريا، من يسعى إلى تفتيت كامل هذه المنطقة الجيوستراتيجية من العالم لضمان بسط السيطرة عليها تمهيدا للإمساك بالقرار الدولي، لا يمكن أن يكون مقتنعا بالحل السياسي. لكن في نهاية المطاف ما يفرض ذاته، ما يفرض وجوده، ما يفرض أصحاب الرؤوس الساخنة على إعادة حساباتهم هي وقائع الميدان التي نراها أكثر من إعجازات ميدانية من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال. تحدثنا بشكل أساسي حول موضوع القصير، لكن الإنجازات الميدانية في بقية المحافظات ليست بأقل. ما يحدث، ما حدث في حلفاية، ما يحدث في درعا، ما يحدث على محاور دمشق المتعددة، الطوق الذي ضربوه حول دمشق أرادوا أن يكون زنارا من النار يلهب دمشق، فتحول إلى زنار من النار يلهب وجوه أسيادهم. فقط أتمنى أن أتوقف عند نقطة أشار لها الدكتور ضرار بحديثه، موضوع أن الحديث الإسرائيلي عن هناك بعض الحديث عن أن بقاء نظام الأسد مصلحة صهيونية. اليوم اضطر نتنياهو شخصيا لنفي هذا الكلام وأصدرت تعليمات صارمة بعدم الحديث عن أي، يعني عدم السماح للدبلوماسيين أو للسياسيين بإطلاق مثل هذه التصريحات، لأن هناك العديد من المسؤولين الصهاينة وعلى أعلى المستويات سواء كان استخباراتية أو حكومية أكدت بأن جبهة النصرة وأن القاعدة هي أفضل لها، استمرار القاعدة أفضل من أن يبقى النظام، يعني السيد الرئيس والدولة بمكوناتها بشكل عام. النقطة الأخرى التي أود التوقف عندها، يعني ربما ما يضحك تماما هذا الشيء هو يعني ارتباط سوريا العضوي في منظومة المقاومة التي يعني ترفع شعار انه يعني محاربة اسرائيل وحاربت اسرائيل وكان شريكا اساسيا في 2006 في انتصار تموز. أنسي، هذا ما يقوله المسؤولون الصهاينة بانفسهم ان مجرد تفتيت سوريا هذا يعني تفتيت عقد المقاومة او ضرب وسط عقد المقاومة. لكن اتوقف عند موضوع اولئك القتلة الذين يعملون في الداخل. يعني أنا أستغرب كيف يمكن لوزير الداخلية الألماني مثلا أن يعترف بوجود مئات من الإرهابيين في الداخل السوري وفي الوقت ذاته يؤكد أنه محظر عليهم أن يعودوا إلى بلدانهم. إذا الإرهاب أن يعيد فسادا قتلا تخريبا في الداخل السوري مسموح، أما أن يعودوا إلى بلدانهم فهذا ممنوع. الأمر ذاته يعني ينطبق على ما يصدر من فتاوى حاليا بدأنا نسمعها في دول الخليج، ليست الغاية لا حفاظا على السوريين ولا يعني دعوة لمحاولة لتقليل ورود الإرهابيين إلى سوريا، وإنما هذا خطاب مباشر إلى أولئك القتلة، عليكم أن تقاتلوا حتى النفس الأخير. وبالتالي يعني هنا يبدو يعني يتجلى النفاق الأمريكي على حقيقته، هو يعني أوعز إلى حلفائه، أوعز إلى أدواته لضخ الآلاف وعشرات الآلاف من أولئك القتلة. هو باعتراف الأزرق الإبراهيمي أو الأخضر أن هناك بحدود 40,000 يعني مقاتل من جنسيات غير سورية، ووفق التقرير أكثر من تقرير للمنظمة الدولية هناك مقاتلون من 29 دولة يعملون في سوريا. يعني أن يضخوا كل أولئك إلى الداخل السوري، فكيف يتجلى النفاق الأمريكي؟ عند إذا استطاعت سوريا أن تقضي على أولئك القتلة فهذا يريح سواء كان حلفاء في أوروبا أو في دول المنطقة منهم، وبقدر ما يستطيعونهم من يعني تدمير في الداخل السوري من استنزاف القدرات السورية بقدر ما يحقق أهدافه. وبالتالي يعني كل تصريح يظهر من أو يصدر من هذا المسؤول الأمريكي أو ذاك يكون يعني يهدف إلى تحقيق هدف محدد. عندما لا يتحقق هذا الهدف نجد أو نرى أو نسمع تصريحا مناقضا. لماذا؟ لأن الهدف واحد وإنما محاولة تغيير التكتيكات لتحقيق هذا الهدف. ما تفاجأ به أنك بالرغم من كل تغيير كل هذه التكتيكات، بالرغم من استخدام إمبراطوريات إعلامية، بالرغم من كل ضخ إعلامي وسياسي واقتصادي وضغوط عسكرية، كل هذا الكلام وبقيت سوريا صامدة. إذن إلى أين نهاية المطاف؟ إلى أين تذهب الأمور؟ هم ملزمون بالعودة إلى يعني لملمت ما تبقى من مأوجه إذا كان بقي لديهم مأوجه، والأمريكي لا يهمه هذه الأدوات. يعني ذهب حاكم قطر، ذهب في الحسابات، لا يهمه، ذهب الحسابات والمصالح، ذهب رئيس وزراء تركيا، هذا الكلام لا يعني للأمريكي شيء. ما يعني هو
إمكانية التحكم بحاضر هذه المنطقة حاضرا ومستقبلا. بكل تأكيد. في ما تبقى معي من وقت أستاذ ديرار، تحدثنا عن يعني تداعيات ما حدث في مدينة القصير، هذا الإنجاز الكبير الذي اعتبرناه فعلا نقطة تحول في كل أمام، كل ما تتحدث عنه الماكينة الإعلامية وما يضخ من إعلام مغالط للواقع الحقيقي. تحدثنا سياسيا استراتيجيا عسكريا، مررت على نقطة جدا مهمة وهي تسليم السلاح من قبل من رفع السلاح في وجه الدولة، العامل النفسي أود أن أتحدث فيه معك، إلى أي مدى فعلا هناك دعوة كبيرة لكل من رفع السلاح في وجه الدولة أمام كل ما يحدث، أمام كل ما يسمع، إذا لم يكن اللهم يعني قبض أو يعني غرر به أو إلى ما هنالك من هذا، أو تورط ربما بالدم السوري؟ معلش يعني أنا بدي خاطب أهلي بصدق أنه يا أخوان انتبهوا، دائما الأجنبي والغريب ولعبة الدول ولعبة الأمم لعبة كبرى نحن نتقن قراءتها بشكل كامل نظرا للجولات التي نقوم بها بهذا العالم. نعم. ونعلم أنهم باعوكم كل من حمل السلاح. لذلك بكل بساطة أنا هذه أقول الكلمة التي يعني فعلا كنت أريدها منك، يعني فعلا هذه هي الحقيقة، هذه الحقيقة على الأرض التي يتم تزويرها فعلا. نعم. في الإعلام ولن يحترموكم بالمطلق، لأن الذي باع وطنه وبلده من أجل حفنة مال، أنا أعتقد أن أموال هذه الأرض كلها لن تفيد هؤلاء بشيء، وليست لنا بفكرنا في شيء مقابل نقطة دم سالت من الطفل الذي استشهد في حمص من 3 أيام في أحد الشوارع في حمص جراء قذيفة من جهل هؤلاء. لذلك أنا أقول لكم بصدق ومن موقع القوي، الدولة قوية، تعالوا واستسلموا للمنطق وللحب وللعقل وللأخلاق، عودوا حتى وإن أخطأتم سلموا سلاحكم إلى الدولة، الدولة هي الصدر الأوسع والأكبر والأشمل، وما تعتبروا أنه في حدا ممكن ينكل فيكم أنه أنتوا حملتوا سلاح ضد الدولة أنه خلص أنتوا ما بقى لكم عايش في سوريا وانتهت القضية. لا، الدولة أكبر من ذلك بكثير، الدولة تتسع للجميع، على أن تتنبهوا وتعوا أن الذي حصل في سوريا يجب أن يكون درس تاريخي لنا جميعا. وأنا أقول لبعض المصطادين وبعض الذين يحاولون بشكل أو بآخر حتى هذه اللحظة يائسين استدرار بعض العواطف عبر بعض الأجندات الإعلامية لهؤلاء لشحنهم أكثر فأكثر لزيادة الدم، أنا أؤمن بأن التسوية لم يؤخذ بها قرار دولي حتى الآن، ولكن دعونا نقرأ أن التسوية مهما تأخرت حتى بحدوث ضربة ستأتي تسوية. معلش مشان نكشف الأمور كما هي. نعم. عادة قد يحصل انزلاق لضربات خاطفة معينة، وهذا الذي أشار له الرئيس الأسد قائد الدولة. نعم. ولكن هذا قد يكون مقدمة لاتفاق ينهي كل هؤلاء، ستصبحون إذا ما استمريتم كما ميليشيا لحد في جنوب لبنان، عندما أتى الإسرائيلي وأخذ قرار الانسحاب هرب دون أن يقول لعملائه. صحيح. لك يا أخوان كلكم شفتوا كيف تشردوا في كل أصقاع الأرض. نعم. شو الله جابرك تنحرم من نظرة ابنك أو أمك أو بلدك أو تراب قدسية أرضك مقابل أنك تكون عميل للأجنبي. نعم. وأقول للذين من أهلي كتير حاولوا يسألوا أنه أنا في علي إشكال أو في شيء معين وبستغلها من منبر الفضائية السورية، أنا لم أكن في حالة خطر في المطلق، وأن نحن كلنا جاهزين للتعرض لنستشهد في كل لحظة لأنه هذا واجبنا. نعم. وما راح نكون أكبر من أي حدا استشهد قبلنا. نعم. ولكن محاولات بعض الاستخبارات، وهي عم أقولها للقطري، نعم، استخباراتك اللي عم تتصل فيني لن تجدي نفعا. نعم. ملياراتكم لم تفيد، قتلتم محاولة قتل والدي وشر رجله فشل. نعم. معكم. نعم. أخي، وهي أول مرة أتحدث عن هذه المواضيع. نعم. أخي حاولتم قتله وأطلقتم عليه 25 طلقة ونجا وهو في الحياة. خطفتم أخي، تفاوضوني على المليارات، إذا أتت مليارات الأرض، أنا أقل إنسان في سوريا، أنا أدعي أني مواطن فقط في سوريا ولن أكون غير ذلك، خادم لأهلي أهل الشهداء، أتمنى أن أستشهد على هذا الدرب
ولا أن يكون لي كلمة واحدة معكم أيها القتلة والمجرمون، حتى عندما كنتم في أوجكم لم نصافحكم. هذا هو المواطن السوري. لم نصافح القتلة لا في قطر ولا في السعودية، وأنا قلت وأكرر أننا لدينا مقدسات كبرى نزورها ساعة شئنا في كل مكان لدينا قدسية، ونحن إمامنا في الحب والأخلاق والإنسان هو إمام الاستشهاديين الإمام البوطي وغيره من العلماء الكبار الذين دعوا إلى المحبة في سوريا وإلى التآلف. هؤلاء نحن الذين نتمثل بهم، وكل السوريين على هذا معلش أكثر من 90% من السوريين هن صاحبين هذه الأخلاق، وهم من نصروا سوريا، وهم من وقفوا مع رئيسهم. لذلك المغرر ما بعرف شو بتلاقوا له مصطلحات انتم بالإعلام، أنا عم أقول كل من وقف ضد مشروع الدولة يا أخوان أنا برأيي لحقوا حالكم واتكلوا على الله، لأنه ما بقى في مجال، في أمامكم حلين، تستسلموا أهلا وسهلا، ما بتستسلموا سحقكم قريب. طيب كلمة أخيرة دكتور حسن، الأستاذ زرار وضع الجميع أمام استحقاقات الأخلاقية من جهة والقانونية من جهة والسياسية من جهة أخرى، بكل الأحوال تناصر في هذه الدعوة، ولا إلى أي مدى تعتقد بأن الأرقام ستزيد، ربما هناك من يستجيب أم هناك من تورط وذهب إلى الآخر؟ أنا أريد هنا أن أضيف أمرا آخر، وهو أن عندما يلجأ هذا الشخص أو ذاك إلى تسليم سلاحه هذا ليس ضعفا ولا ينتقص من رجولته على الإطلاق، بل هذا دليل عودته إلى وعيه الذي سلب منه لسبب أو لآخر تحت مجموعة من الأسباب، قد تكون ضغوط، قد تكون مغريات، قد يكون تغرير، قد يكون يعني مجموعة من الأسباب. يعني علينا أن فقط ننظر إلى أسلوب الحياة الذي يريدون أن يعمموه علينا. هل نتجه إلى حياة عنوانها الأبرز أكل قلوب الناس؟ هل نتجه إلى نقبل بأن يكون مستقبل أطفالنا هو الله أكبر وثقافة السواطير وتقطيع الأوصال واغتصاب يعني النساء الحرائر أمام أزواجهن وأمام أبنائهن وأمام يعني آبائهن؟ يعني الثقافة التي يريدون تعميمها هي ثقافة تعود يعني ليس إلى العصور الحجرية وإلى ما قبل العصر الحجري. نحن نتمتع المواطن السوري بجينات خاصة، بميزة خاصة، بخصوصية يعني تعطيه فرادة في العالم، علينا أن نحافظ على هذه الخصوصية، نحافظ على هذه الخصوصية عبر تمسكنا، حبنا بعضنا لبعض، من خلال تمسكنا بهذا الوطن، من خلال التفافنا حول جيشنا، من خلال التفافنا جيشا وشعب حول قيادة السيد الرئيس الفريق المفدى بشار الأسد. نقطة أخيرة فقط أود الإشارة إليها، موضوع أنه في حال التداعيات المستقبلية، بكل تأكيد في الدراسات أو في يعني ما يميز الاستراتيجية العسكرية عن غيرها من الاستراتيجيات أنها لا تهمل أي سيناريو مهما كان متدنيا، لكن إمكانية يعني أن تتجه الأمور نحو التصعيد أنا أقرأ به عنوانا واحدا فقط، وهو أن الولايات المتحدة الأمريكية تكون قد رأت بأن الدور الوظيفي للكيان الصهيوني قد انتهى. إذا كان هناك تماما بأكد لك إذا كان فقط هذا هو التفسير المنطقي، عندما يصل صناع القرار ومتخذ القرار في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن الكيان الصهيوني أصبح أن يمكن أن يعمد إلى تصعيد قادم، وهذا التصعيد قولا واحدا يعني تغيير وجه يعني الخارطة الجيوستراتيجية للمنطقة برمتها. صحيح. أشكركم ضيوفي الكرام، الدكتور حسن حسن الباحث الاستراتيجي والخبير العسكري، أهلا ومرحبا بك. كما أشكر الأستاذ ديرار جمهور رئيس دائرة السياسة في منظمة المغتربين، أهلا ومرحبا بك لكم. والحمد لله على السلامة يعني مرة جديدة. كما كل الشكر لكم مشاهدينا على متابعتكم لنا هذا الحوار، تحية من جديد ورفع القبعة لأشاوس قواتنا المسلحة أينما كانوا وأينما تواجدوا على الأرض السورية، كل التحيات لكم وكل الرحمة لشهداء سوريا الأبرار من مدنيين وعسكريين، وكل الصبر والسلوان لأهلهم وذويهم. شكرا لمتابعتكم، بأمن وأمان الله.